السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. في هذا الفيديو تاع اليوم راح نجاوب المشتركات بخصوص هذا النوع من الأجبان سبيسيال ساندويتش الخاص بالساندويتشات، واللي قالوا لي كي نفتحوا هاد لابوات يفسد لنا الجبن تاعنا ويدير لنا رائحة كريهة. هو جبن ولا أروع، خاص بلي ساندويتش، خاص تاني بالبوراك ديري في لي سوب وفروماج اكسيتيرا، ولكن من المستحيل تستعملي كامل هاد لابوات في اسبوع او اسبوعين بلا ما تخسر لك. دونك راح نوري لك الطريقه الصحيحه للاحتفاظ بهذا النوع من الاجبان. مشاهده ممتعه. اذا بعد ما تفتحي الجبن تاعك تستعمليه يومين ولا تلت ايام، ومن بعد لازم تخبيه. هنا راحين نخبوه في المجمد، دونك جيبي دي بوات يكونوا صغار كيما هادو من اي نوعيه عندكم. وهذا النوع من الاجبان هو بنين بزاف وما تشحيش كي تستعمليه. تستعمليه في لي سوب او فروماج، ديريه في البوراك، في لي بيتزا، في لي ساندويتش اكسيتيرا. دونك متعدد الاستعمالات وجاي طري تاع الدهن وبزاف شباب، ولازم تخبيه وتحتفظي به باش هكذاك ما يتعفنلكش، لان هذا النوعيه يتعفن في ظرف اسبوع راح يدير لك واحد الريحه كريهه ويخسر لك. دونك بلا ما ترميه بلا ما تبدري ديري هذه الكيفيه او هذه الطريقه وراح اكيد تفرحي بها. دونك تعمري هذيك لابوات تاعك كيما راكي تشاهدي، ومن بعد تملسيها بهذه الطريقه هكذا تبلاطيه بيان. ومن بعد هنا تجيبي فيلم اليمونتير وتبداي تبلاستيفيه في هذوك لي بواط تاعك مليح. لازم ديري لهم قطعه مليحه تاع بلاستيك تغطيهم مليح. وتغلقي لابواط تاعك باحكام هكذا وديريهم في المجمد. كل ما تخلص لك وحده تجبدي واحده اخرى وتستعمليها في ظرف 4 الى 5 ايام. ان شاء الله المشتركات اللي طلبوا مني هذا التدبيره يكونوا في المشاهده والاستماع، ونقولكم نلتقي في تدابير اخرى باذن الله. نهاركم مبروك ومع السلامه.